النهارده هنعمل شوربه البطاطس والجزر. الوصفه دي عشان نعملها عايزين الاتي: معلقه زيت، معلقه زبده، وعايزين 2 مكعب خضار، بصله مفرومه، 1 بطاطس مكعبات صغيره، 2 جزر مكعبات صغيره، 2 كرات مقطع، 1 كوب سبانخ، 1 كوب كريمه لباني، ولتر ميه تقريبا، وملح وفلفل، ورشه جوز الطيب. ولو تحبوا تحطوا معاها فراخ برضو بتقدروا تحطوا فراخ بتكون مسلوقه من الاول، ساعتها ممكن نستعمل مرقه الفراخ زي ما انتوا عايزين. اول حاجه هنحطها دلوقتي ان احنا لازم نحط الزبده والزيت مع بعض، ومعلقه معلقه زبده ومعلقه زيت صغيره، ممكن تستغنوا عن الزيت كمان. وهنحط دلوقتي اول حاجه البطاطس، هنحط البصل، خلاص دلوقتي هحط الجزر لان الجزر بيقعد فتره اكتر من البطاطس على النار، فهنحط طبعا الجزر الاول علشان يلحق يستوي ياخد وقته. والشوربة دي مش من الشوربات اللي هنهرسها، يعني احنا عملنا قبل كده شوربة الجزر وهرسناها، دي مش هنهرسها. ادي كده قلبنا الجزر شوية، دلوقتي بقى هنحط البطاطس اللي عندنا. هنحط ملح بس مش هنحط كتير، وبعدين ندوق لاننا حاطين مكعبات مرق. هنحط شويه فلفل، وهنحط رشه جوز الطيب، هسيبها للاخر خالص. هحط دلوقتي الكرات، خلي شويه كده نحطهم على الوش، هيديها طعم لذيذ قوي الكرات. كل ده احنا لسه ما ضفناش الميه. هنحط بقى دلوقتي الفراخ اللي عندنا، فراخ مستوية. هنحط مكعب المرق، قبل ما تستوي بخمس دقايق الشوربة هحط لها السبانخ، وقبل ما تستوي بدقيقتين هحط لها الكريمة. دلوقتي هنحط المية ونسيبها بقى تستوي. طبعا هما متقطعين صغير مش هياخدوا وقت طويل. دلوقتي زي ما اتفقنا فاضل 5 دقايق على الشوربة، اذا هنحط السبانخ. طيب هنحط السبانخ لانه فاضل 5 دقايق، كمان 3 4 دقايق هنحط الكريمة. ففي الوقت ده ممكن ما تستغنوا عن خطوة الكريمة دي على فكرة لو عايزين، زي ما انتوا عايزين. شوفوا الشوربة اصلا شكلها مشهي 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 يعني. لو مش هتحطوا كريمة هنزود شوية مية. اخر حاجة هعملها خالص كمان هحط جوز الطيب وهحط زبدة. بتفضل نكهة الزبدة فريش كده لما بتتحط في الاخر، غير اللي احنا بنبقى حاطينها في الاول خالص بتروح نكهتها، وجوز الطيب بتفضل نكهتها برضو موجودة. فات الوقت اللي قلنا عليه 3 دقايق، هنحط الكريمة. شايفين الالوان قد ايه كده فريش وجميلة. هنحط دلوقتي تنتوفة من جوز الطيب، وهنحط معلقه صغيره من الزبده، كتير بتفرق في الطعم مش شويه، كتير. وغليت خلاص، اذا انا كده الشوربه بتاعتي جهزت. العصير لطيف قوي يا جماعه، لازم تجربوه. هو بينا كولادا بس حطينا له المياه الغازيه، ف خلى طعمه يعني مميز لذيذ. نحط بقى الشوربة بتاعتنا، شوفوا الألوان وجمالها.
نحط كده شوية كرفس من اللي كانوا عندنا في الأول على الوش، وكده نبقى خلصنا.